السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد. اليوم غادي نديرو تزيين ديال مضمه ديال القبطان. غادي نصيبوها بليزيستخاس وبالاحجار وبالكافيار، هذاك الاحجار اللي ملون، وبالجيلاتين. اهم مكون هو الجيلاتين. غناخدو الجيلاتين ديالنا نقطعوه الطول الطول على حساب المضمه، والعرض على حساب كل واحد وشنو بغا. يمكنكم ديروا عرض صغير باش ما ياخذ لكمش بزاف ديال 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 الاحجار وديال لي زيستخاس والكافيا. انا خديت هذا الحجم. غنبداو بوضع لي زيستخاس في الجيلاتين، فرق الجيلاتين. لصقوه مزيان كما كتشوفوا معايا في لا فيديو. كي شاهدني اول مره كنتمنى يدخلوا يتابعونا عندي، ولا كنتي من المتتبعين ديالي ما تنساش لايك وتكمل الفيديو حتى الاخر. لصقوا لي زيستخاس ديالنا مزيان. كما قلت لكم تقدروا تاخذوه في الذهبي، تقدروا تاخذوه في البيض. انا هاد المره خديته في البيض، كنت كنخدم بالذهبي، دابا وليت كنخدم بالبيض حسب لون القفطان ديالكم كي داير. كما كتشوفوا معايا كنلصقوه مزيان. كما وعدتكم دابا كنصوب المضمه ديال القفطان، ومن بعد غادي ندير لكم قفطان كامل مصوب كما وعدتكم. كيجي مظهر لي واعر بزاف في القفطان ديالنا، وكيطيح في الثمن لي رخيص. مع بلا ما تشريو مضمه تقدروا تصوبوها. كيما شفتوا دابا تلصقوا الاحجار ديالنا كيكونوا على شكل ورده. يمكنكم ديروا الاشكال اللي عجبكم. انا اختاريت هذه الاشكال، ولكن باش يكون سهله تكونوا مصوبينهم من قبل، معوطينهم يتلصقوهم. يمكنكم ديروا شحال ما بغيتوا د الورد. انا درت 5، نتوما ديروا شحال ما بغيتوا على حسب الطول ديال المضمه ديالكم. من بعد غناخدو الكافيار اللي ملون، وغادي نضيفو. يمكنكم تاخدو اللون اللي عجبكم. انا خديت الزرق اللي طاغي هنايا في هاد الالوان، وغادي نبقاو نلصقوه. كيما شفتو معايا كما كتشوفوا معايا كنثبتوه مزيان. كما قلت لكم كيجي زوين في القفطان حتى في اللبسه. Doucement.
كما كتشوفوا معنا كنثبتو مزيان. تيقوا بيا كيجي داكشي زوين بزاف. كنتمنى تجربوهم، ولا جربتوهم قولوا لي في لي كومونتير. من بعد كنلصقوا مجالد كيما كتشوفوا معايا بالخيط والإبرة. كما كتشوفوا الان ساليناها، غادي نلصقوا من الجهه الثانيه كذلك بالابره والخيط نفس الطريقه. وهذا هو الشكل النهائي ديال القفطان ديال المضمه ديالنا. كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا، كتجي على هذا الشكل، كيجي شكل لي زوين بزاف وواعر وسهله كذلك في التصويب ديالها. شكرا بزاف الناس اللي تتبعوني.